سيرا على الأقدام يخرج محمد العامودي وزوجته صباح كل يوم من أجل ممارسة رياضة المشي في شوارع العاصمة عمان، لما لها من آثار إيجابية على صحتهما العامة ورفع مناعتهما، مستغلين سماح السلطات للناس بالخروج لشراء المواد الغذائية أثناء فترة حظر التجوال. يعني هي فرصة إنه نستغنى عن السيارات ونتحرك. الحركة أكيد يعني حركة رياضة المشي رياضة جيدة وأكيد بتفيد كل أعضاء الجسم. صار يحب المشي أكثر. في الأول كنا إنه نستسهل شغل السيارة وأطلع، هلا لا مش عم نحكي الهم الطلع. يعني إغلاق المصانع وانخفاض حركة السيارات والحافلات في الشوارع وتعليق الرحلات الجوية بعد إعلان قرار حظر التجوال انعكست آثاره على البيئة والمناخ بشكل إيجابي حسب خبراء، بسبب انخفاض الانبعاثات الغازية بنسبة تصل إلى 30%، ما فرض حالة من التحسن الملموس في نوعية الهواء خففت من نسب التلوث البيئي. المؤشرات الأولية بتقول انخفاض قد يتراوح من 25 إلى 30% من انخفاضات ثاني أكسيد الكربون في الأردن، نتيجة أنه الحركة التجارية توقفت، الطيران توقف، والسيارات معظم حركة السيارات توقفت إلا في حالات نادرة. ثقافة ورياضة السير على الأقدام وانتشار الدراجات الهوائية جميعها ظواهر جديدة جاءت حسب خبراء في الصحة العامة للتخفيف من الآثار النفسية لحظر التجوال على المواطنين وتخفيض نسب الإصابة بالسمنة وأمراض ضغط الدم والسكري. عادات صحية جديدة في زمن انتشار فيروس كورونا وحظر التجوال، فرياضة المشي وركوب الدراجات في الأردن باتت المشهد الأبرز، عادات تلقي بظلالها الإيجابية على الصحة العامة للإنسان وتخفف من التلوث البيئي. حيدر العبدلي، الحرة، عمان.